اول حاجه احنا عارفين لا بوليميك اللي طرات على الجمهور من الفينال تلعب غتلعب في دونور. حق كاين اون ديسيزيون ديال لاكاف، وشنو احسن بحال اللي قلت في الاول، شنو احسن على لو سبيكتاكل ديال لافريك هي نبينو ان ستاد اللي غيكون عمار، اللي غيكون جمهور، اللي غيكون ان سبيكتاكل. وبان لي ولا كانت لعبت في السنغال ولا في جنوب افريقيا ولا في تنزانيا، جوج جمهورهم ما يقدروش يجيو، واستاد اللي ما غاديش يكون عامر وما كان جمهور، ماشي شرف كبير على لاكاف وعلى الشامبيونز ليغ وعلى على القيمه ديال الكره. ولا كانوا بغاو نلعبوا في كايرو كنا مشينا، احنا ما عندناش مشكل الصراحه. احنا اللي بغينا هي نلعبوا مع الجمهور، يكون ان سبيكتاكل، والجمهور الصراحه غيعاوننا احنا في الدار. بحق ما كان امن لي فرقه بحال الاهلي زعما غتكون ضاقت عليها تلعب مع 45,000 الناس، هما مولفين. والعام اللي فات جاو الكاز، جاو الرباط ربحوها هنا، وشحال تشامبيونز ليغ ربحوا على برا. دونك هذا الشيء ما غاديش يظهر عليهم. اللي كيامني حنا غنكونوا مع الجمهور ديالنا، غيكون ان سبيكتاكل، غنحطوا لو ماكسيموم باش يكون ان بون سبيكتاكل ويفرحوا بينا غدا ان شاء الله. اول حاجه بحال اللي قلت لك، جوج فراقي اللي كبارين، على هذا الشيء قلت الفينال جات في وقتها. ملي لعبوا البارح فينال تشامبيونز ليغ ديال الاوروب، ملي كتبغي زعما تفرج وتشوف افريقيا، انا نكون انا ساكن في امريكا ديال ساكن بوينوس ايريس ولا في نيويورك ولا في باريس، غنشعل التلفازه ديالو بغيت نشوف فينال تشامبيونز ليغ ديال الافريك، نامن نشوف اهلي مع الوداد، هذه مهمه. دونك فينال اللي كبيره بحال البارح مدريد مع ليفربول، دونك اول حاجه شرف علينا وعلى الاهلي. من بعد بحال اللي قلتي الاهلي عندهم تجربه بلا ما نقولوا، هي الريال مدريد ديال الافريك، مولفات لعب الفينال، شفنا مدريد كيفاش ربحوا البارح بوالو تقدر تربح. هي هذه الاهلي حتى هذا العام بوالو ربحات مشات الفينال، كتعرف كيفاش تربح. احنا الحمد لله داز الماتش ديال البارح باش نتعلموا من الغلط ديال ليفربول. اللي غيتعلموا الدراري يا فوالا الاهلي يا ريال مدريد، بوالو لا حنا نعسنا غدا ولا الجول ديالهم يدير بحال كورتوا، خصنا نبقاو مكونسونتري باش ما نخليهمش بوالو يربحونا.